السلام عليكم شباب. احنا اليوم في جناح هيئة التصنيع الحربي رقم 7 صناعات العراقية والأسلحة. مثل ما تلاحظون هاي الأجهزة مال الاتصالات والنواظير والمسدسات والأسلحة كلها مثل ما تلاحظون. نشوف مثلا مايكروتشيب على مسدس بابل. الراجمات اللي تلاحظون انواعها ثابتة على العجلات والمتحركة. وهذا المدفع خلونا نشوف حجم المدفع هذا شكيت واسمه 122 ملي. وهذا من ضمن معنا السيارات المدرعة مثل ما تلاحظون تدريع مالها الفول. خلونا نشوف مالها. والطائرات المسيرة هاي الفاست اند فيريوس. تذكرون الفيلم مثل بي فان ديزل مثلها. تاخذ المواصفات والتدريع ما احكي لكم. ضخامة الكاسحة الأمامية مثل ما تلاحظون. هذا النوع الثاني روعة. سيارة ضخمة. هاي الأسلحة والمسدسات